وانطلقت الآن الأفراس في شوطها الخامس على كأس وزارة التعليم العالي، وعلى مسافة 1650 متر لأفراس الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات وأكثر من مختلف الدرجات، وقيمة الجائزة 80,000 ريال. المركز الأول لنور الزلفي في هذه الأثناء متقدمة بقيادة الخيال أحمد الشايع، الثاني لثالوث المنظر بقيادة عبد الله الحمد وزهرة الربيع في المركز الثالث، ومتابعة أيضا من طنوب من الداخل في المركز الرابع، قمرهم في المركز الخامس من الخارج، وأيضا محاولات لأخذ الصدارة أو لأخذ الوصافة بالأحرى من قبل الفرس قمرهم في هذه الأثناء من الخارج، ونور الزلفي متصدرة من الداخل، متابعة أيضا من قبل قمرهم في هذه الأثناء من الخارج في المركز الثاني، وثالوث المنظر في المركز الثالث، طنوب المركز الرابع، زهرة الربيع المركز الخامس، ونور الزلفي في المركز الأول. المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، وتنافس قوي في هذه الأثناء لمن الكسب في هذه اللحظات، والتنافس قوي الآن، محاولة أخذ الصدارة من نور الزلفي المتصدرة في هذه الأثناء، وتنافس قوي في هذه الأثناء للمركز الثاني، والصدارة محسومة ما شاء الله لنور الزلفي. الوصافة ننتظر حكام الوصول.